رئيس الحكومة سعد الحريري رفع الاستقالة إلى رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، وطبعا للوقوف أكثر حول هذا الموضوع وحول تداعيات الاستقالة دستوريا إذا فينا نقول، وقانونيا وسياسيا أيضا، بينضم لنا بالاستوديو الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين. مساء الخير. مساء النور. يعني هذه الاستقالة صارت حتمية اليوم وهي وضعت بيد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، ما بعد هذه الاستقالة شو الخيارات أول شيء المتاحة قدام رئيس الجمهورية؟ هل لدى رئيس الجمهورية أي خيار آخر غير قبول هذه الاستقالة؟ يعني خيار رئيس الجمهورية يتراوح بين أحد احتمالين، إما التريث قليلا وإما قبول الاستقالة فورا والدعوة إلى استشارات نيابية. فيما عدا ذلك ليس من خيارات بحسب أحكام الدستور أمام رئيس الجمهورية. لماذا يعني قد يتريث رئيس الجمهورية؟ يعني شو هو الشيء اللي ممكن يدفع اليوم رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون بظل كل هذا الوضع بالشارع أنه يتريث ويقول أنا لن أبد بالاستقالة فورا؟ لا أتوقع كثير من التريث ولا أدعو إلى التريث، إنما أحدد المبدأ. يعني التريث هو حق لرئيس الجمهورية ما دام أنه ليس من مهلة في الدستور لإعلان قبول الاستقالة، ولكن رئيس الجمهورية بحسب المادة 49 من الدستور هو رئيس للدولة ورمز لوحدة الوطن ويسهر على احترام الدستور والسيادة والاستقلال، وبالتالي هو الأدرى والأكثر حكمة، وخصوصا أنه حاليا الرئيس ميشيل عون، لمعرفة الإجراء والتدبير الأنسب لهذه المرحلة. ولكن أتحدث عن ساعات ولا أتوقع أن تطول المسألة كثيرا لحسم أحد خيارين، وبالتالي أفترض أن الاتجاه هو إلى قبول الاستقالة، ولكن قد يحتاج الرئيس إلى بضعة ساعات من أجل جلاء المشهد أكثر، من أجل تكثيف الاتصالات مع القوى السياسية والمعنيين في محاولة لبلورة مشهد المرحلة المقبلة. وهو طبعا ما يقوم به رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. دكتور عادل، الحكومة اعتبرنا قبل رئيس الجمهورية استقالة هذه الحكومة دخلنا تلقائيا مرحلة جديدة، طوينا صفحة الحكومة وصرنا حكومة تصريف أعمال. حكومة تصريف الأعمال ماذا تعني؟ يعني نحن بوضع اقتصادي مأزوم، عنا التزامات للخارج، بانتظار عدة أمور أنه تتبلور للنهوض بالوضع الاقتصادي، وكأنه قلنا للعجلة الاقتصادية توقفه. من شان هيك أنا كنت من الداعين أنه يتم الاتفاق مسبقا على حكومة قبل أن يستقيل الرئيس سعد الحريري. هلأ هيدا التدبير صحيح منه منصوص عليه بالدستور، ولكن هو ليس مناقض للدستور، لأنه ما في شيء بيمنع القوى السياسية والكتل النيابية من أنه تعقد تفاهمات قبل استقالة الحكومة، وهيدا بيجرى وبيجرى بالعديد من الدول. وإن كانت الأصول الدستورية بحسب الآلية تقوم على أساس إجراء الاستشارات النيابية من قبل رئيس الحكومة المكلف بعد تكليفه، إلا أنه ما بيمنع بالمطلق قوى سياسية تعقد اتفاقات وتفاهمات بيناتها. من شان هيك أنا كنت من الداعين إلى حصول تفاهم مسبق حتى ما نوقع بمرحلة ما بدي أقول فراغ، مرحلة شلل. البعض إجا يقول ما في فراغ في حكومة مستقيلة، عال صحيح ما في فراغ، الحكومة المستقيلة بتصرف الأعمال، ولكن فارق كبير بين أن تكون حكومة عاملة بصلاحيات دستورية مكتملة وأن تكون حكومة تصريف أعمال. لا، ما فينا نعمل نقر مشروع الموازنة بمجلس النواب بظله، ما فينا ناخذ تدابير جذريه وتدابير تصرفيه في ظله، ولكن حصل ما حصل وراء الرئيس سعد الحريري ان يستقيل. جيد، قد يكون ما حصل متنفسا للشارع، وننتظر بعد ذلك حصول استشارات نيابيه في هذه الاثناء، وحتى قيام حكومه جديده تتولى هي تصريف الاعمال لحين نيلها الثقه، تتولى الحكومه الحاضره تصريف الاعمال. تصريف الاعمال بالمعنى الضيق يعني قبل تصريف الاعمال. استيضاحا في نقطه اساسيه تحدثت عنها، قلت موضوع الموازنه نحن ما قادرين نقر بوجود حكومه تصريف اعمال. يعني مجلس النواب رفعت الموازنه الى صحيح، ولكن هون رح تقع استاذ جورج باشكاليه هل يجوز للمجلس التشريع في ظل حكومه مستقيله؟ هناك رايين، بتعرف تتذكر العادة. مثل العاده، خصوصا بموضوع موازنه، لانه مفهوم تصريف الاعمال يقوم
على فكرة أنه الحكومة والوزراء يكتفون بإجراء التدابير اليومية التي تدخل في تسيير شؤون الناس اليومية، والوزراء يكتفون بتوقيع البريد اليومي، ويمتنع على الحكومة المستقيلة أن تتخذ قرارات ترتب أعباء جديدة مالية أو سياسية على الحكومة المقبلة، وكل ما يتعلق أو يتصل بترتيب أعباء جديدة يخرج على مفهوم تصريف الأعمال. والموازنة عملية تشريعية مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب، لأن مشروع الموازنة يأتي من مجلس الوزراء خلافا لسائر القوانين العادية، حيث يجوز أن تأتي المبادرة التشريعية من أحد النواب أو أكثر لغاية 10 أو تأتي من مجلس الوزراء، فإن الدستور حصر المبادرة التشريعية بما يتعلق بمشروع الموازنة بمجلس الوزراء، وبالتالي لها كلمة أساسية أي حكومة في قانون الموازنة. لذلك قد لا يتولى مجلس النواب إقرار قانون موازنة في ظل حكومة مستقيلة، بس نفس الموازنة ممكن بشكل عادي باللجان النيابية من دون أي مشكلة، يعني باعتبار أنه رفعت هذه الموازنة ممكن درسها، ولكن لا نغفل احتمال أن تأتي حكومة جديدة وتطلب استرداد مشروع القانون. هذا ممكن يعني استرداد مشروع قانون موازنة أصبح بمجلس النواب؟ لا شيء يمنع، لأن النظام الداخلي لمجلس النواب لم يميز بين قانون الموازنة وقوانين أخرى، وأجاز للحكومة بمرسوم جمهوري يوقعه رئيس الجمهورية وبقرار يصدر عن مجلس الوزراء أن تسترد أي مشروع قانون. آمل أن تكون الأمور أسرع وأسهل وأكثر يسرا ومرونة من ذلك، ونشهد بسرعة استشارات نيابية لتسمية رئيس حكومة مكلف جديد، ويقوم رئيس الحكومة المكلف بإجراء استشارات نيابية في سياق عملية تأليف الحكومة، ويحصل الاتفاق بينه وبين رئيس الجمهورية على تشكيلة وزارية جديدة تكون قادرة وفي الوقت ذاته تطمئن الشارع وتنطلق في تطبيق الإصلاحات التي لطالما طالب بها رئيس الجمهورية منذ وصوله إلى سدة الرئاسة. خلينا قبل ما تابع الحديث أقول أنه صدر عن تيار المستقبل البيان الآتي: يقدم بعض الشبان على قطع بعض الطرق في العاصمة بيروت والمناطق، إن تيار المستقبل وبتوجيه من الرئيس سعد الحريري يتمنى على جميع المناصرين الامتناع عن أي تحرك اعتراضي في الشوارع والمساحات، والتعاون مع الجيش والقوى الأمنية لتسهيل تنقل المواطنين. هذا بيان صادر عن تيار المستقبل. وقبل كمان ما تابع مع حضرتك رح ينضم لنا عبر الهاتف الصحفي غسان سعود. مساء الخير. مساء الخير جورج، كيفك؟ تمام. المشهد من عندك كيف غسان؟ المشهد من عندي أول شيء يعني خطوة الرئيس الحريري بتساهم بتنفيس الاحتئان بالشارع أكيد. المؤسف فيها أنه هي جاي بدون تنسيق جدي مع شركائه الآخرين بالسلطة، يعني شبه متفردة، تم إبلاغهم فقط. ولكن المنيح انه هي طبعا بتساهم بتخفيف الاحتئان بالشارع، بتلزم المتظاهرين انه يقعدوا على الطاوله، بتنقلهم على المرحله الثانيه. كانوا اول شيء عم بيقولوا ما بدنا نحكي مع حدا قبل ما تستقيل الحكومه. اليوم استقالت الحكومه، هلا كل الوجوه حتبين مين جد بانقاذ البلد ومين بده البلد يقع بافلاس اقتصادي. نحن اكيد امام ظرف اقتصادي خطير جدا، وبالتالي هلأ كل واحد بيتحمل مسؤولياته كاملة. أكيد الرئيس رح يدعي بسرعة كبيرة لاستشارات نيابية تنشوف بموجبها مين بده يكلف. بهذا الوقت كمان لازم يكون الحراك والناس اللي بالشارع قرروا مين ممثلينهم وشو بدهم من السلطة وشو بدهم من الحكومة. وبالتالي الاستقالة بالشكل مثل ما قال هي صدمة، ولكن هي فيها تكون صدمة إيجابية جدا تلم البلد، وفي تكون صدمة سلبية جدا تأخذ البلد على شيء مش منيح. الطابي اليوم فعليا صارت ملعب رئاسة الجمهورية بشكل كامل. هلأ الرئيس بده يحسم بأي اتجاه بده يروح، وطبعا الطابي الثاني هي عند الناس. الناس كمان لازم هلأ يقرروا شو بدهم وين بدهم يروحوا، وبدهم يفرجوا انه هن عارفين قديش الوضع الاقتصادي والأمني خطر. سو نحن اليوم فتنا فيها تكون بداية حل
قد ما هي يعني هي 50% بداية حل لبل 55% 51% بداية حل و 49% بداية أزمة. اليوم كل مواطن مسؤول أنه هو يخدها باتجاه الحل وما يسمح أنها تروح باتجاه أي أزمة. لمست تفاؤل عندك شوي يعني، ونحن بنعرف اطلاعك أكثر على الأمور، برأيك نحن اليوم هل سيتم التلقف؟ وعندنا مشكلة أساسية هي مشكلة تشكيل الحكومة الجديدة، يعني وليد جنبلاط وبحديث من شوي للأو تي في بيقول أنه في حال سعد الحريري أراد سيكون هو مع سعد الحريري، ولكنه لم يحسم مشاركة الاشتراك بالحكومة على سبيل المثال. نعم، لانه اليوم اكيد اليوم بعد ما في ولا اي فريق سياسي عنده فكره عن شكل الحكومه، وبالتالي ما في يحسم اذا هو مشارك او غير مشارك. واحد. اثنين، بعتقد كل الافرقاء السياسيين اولويتهم تكون الحريري، اذا انوجدت عند الحريري النيه بانه هو يشتغل تيشكل حكومه تيلم البلد. اذا الحكومه بدها تتشكل بدها تكون مثل الحكومه الحاليه، يكون البلد عم يتظاهر كله و12 يوم ما تجتمع، بعتقد لا، بدنا نفكر بخيارات تانية. حتى الحريري لازم يكون عنده الحرص على انه يفكر بخيارات تانية. اذا ما في نيه انه نحن نتحمل مسؤولياتنا كامله. انا برايي البلد ما بيتحمل ابدا اي رفاهيه سياسيه. اوكي؟ البلد بحاله اقتصاديه صعبه، بده ناس اليوم يتحملوا المسؤوليه سواء بالشارع او بالسلطه، بده سلطه مسؤوله، بده سلطه ماليه مسؤوله، بده سلطه امنيه مسؤوله، بده سلطه على كل المستويات. بتكون سلطة مسؤولة. اليوم كل مواطن ببيته لازم يكون همه وهاجسه انه السلطة تتحمل مسؤوليتها كاملة، وهو كمواطن يقوم بدوره بمسؤولية كاملة. نحن امام وضع اليوم شفناه وضع بخوف، ولكن ما بيبعث على التفاؤل، لا ما بيبعث على التشاؤم، سوري. لازم نكون متفائلين، لانه اللبناني مرق بحرب، اللبناني مرق بازمات مالية كبيرة، اللبناني بيعرف شو يعني اللعب بالليرة، اللبناني بيعرف كل هو القصص، ولازم يكون هو عنده حرص هائل انه ما نرجع نوقع فيهم كلهم. هل تعتقد انه اللبناني اليوم وبحرصه هذا سيخرج من الشارع، او اقله مش يخرج، يفتح طرقات؟ يعني اليوم كمان بالموازات كان في اصوات على الطرقات عم بتقول نحن باقيين لتشكيل الحكومه الجديده وتحقيق مطالبنا، كمان نحن مأزومين بالشارع. ايه، لهيك انا عم اقول كل حدا بده يفتش على اكثر طريقه من الايجابيه، وعلى اكثر طريقه من القدره يقنع فيها الناس انه بدنا نلم البلد. اوكي، ايه، اذا الضغط بالشارع بخليهم يسرعوا بتشكيل الحكومه، انا لاول مره عم اقول انا مع الشارع اذا بخليهم يسرعوا بتشكيل الحكومه. نعم. اوكي، واذا بخلينا نجيب حكومه بتوصل لحلول. اذا الشارع بده يؤدي لازمه ولفراغ، خلص يعني عم نقول في قرار بتخريب البلد. وهو واضح انه في قرار بتخريب البلد. انا بتمنى انه خطوه الرئيس الحريري اليوم تكون باتجاه الحل، باتجاه سحب الابساط من تحت خصومه. اوكي، فيها تكون هيك يعني نبره الرئيس الحريري باستقالته، مضمون استقالته، كلهم ما بيبعثوا على التشاؤم، بالعكس بيبعثوا على التفاؤل جدا. هل تعتقد أنه رئيس الحكومة وأخيرا سعد الحريري بوارد العودة إلى السلطة؟ أنا بعتقد مضمون خطاب الاستقالة بأكد أنه هو عباله يرجع على السلطة، أنه هو مش رأي على خيارات تانية. ولكن كمان أكيد كان في رفض من قبل حزب الله لخسارة الورقة السياسية تبعت الحكومة تحت ضغط تظاهره حزب الله كان ينظر له بعين الشك. كان الحريري يتحمل الضغط تبع حزب الله. اليوم الحريري نقل الطابي لغير محل، يعني نقل الضغط على حزب الله. كيف؟ واخر شيء رئاسه الجمهوريه بالنص. رئاسه الجمهوريه بدها تكون عم بتوازن بين وجع الناس ومطالبهم المحققه 100%، مخاوف حزب الله السياسيه المشروعه 100%، وكمان يعني حاجتنا الماليه والاقتصاديه لسعد الحريري. نعم. فنحن واقعين بين هول الثلاثه، في ضغط شارع، في حاجه للحريري، في حاجه نطمنه لحزب الله. بدك تشتغل معه لهول ثلاث مكونات، ولازم الشارع يعرف انه مثل ما رئاسه الجمهوريه مسؤوله عن طمانه الثلاثه، الشارع مسؤول عن طمانه الثلاثه، وحزب الله مسؤول عن طمانه الثلاثه، والحريري مسؤول عن طمانه الثلاثه. نعم. إن شاء الله خير، شكرا لك الصحافي غسان سعود على هذه المداخلة. دكتور عادل،
بنرجع شوية لموضوع الدستور. اليوم في البعض بيقول أنه صلاحيات الحكومة باعتبارها حكومة مستقلة، حكومة تصريف الأعمال، وخصوصا بما يتعلق ب يعني القوى الأمنية وإلى ما هنالك، تذهب إلى رئيس الجمهورية، في وقت يقول بعض تذهب إلى المجلس الأعلى للدفاع. شو هي الخبرية الواقعية لموضوع الأمن وإدارة الأمن بالمرحلة المقبلة؟ لا بالحقيقة لها ولها، ما في هيك شيء بالدستور أبدا. يعني كنت عم بقرأ كتير وخصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي، أكيد نحن بهمنا نوضح، مشان هيك أنا صحيح أنه في حالة استقالة الحكومة تنتقل صلاحياتها إلى رئيس الجمهورية. هالكلام منه صحيح، ما في شيء منه بالدستور أبدا. أما موضوع الأمن فبحسب أحكام الدستور رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء، وبالتالي رئيس الجمهورية هو القائد بمعنى هو الرئيس الأعلى فوق رؤساء المؤسسات الأمنية، معناتها هو القائد الأعلى للجيش والأمن العام والأمن الداخلي وأمن الدولة وسائر القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها. ولكن هذه الأجهزة بعد الطائف وبعد التعديل الدستوري المنبثق عن اتفاق الطائف بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21 أيلول 1990 أصبحت تخضع لسلطة مجلس الوزراء مع تثبيت أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى لها، بمعنى أن السياسات العامة يرسمها مجلس الوزراء، ولكن رئيس الجمهورية واستنادا لقرارات مجلس الوزراء يبقى هو القائد الأعلى بحسب الدستور، وينفذ يعني رئيس الجمهورية يتولى بقيادته العليا إعطاء التوجيهات، ولكن لا يستطيع أن يخرج في توجيهاته إلى المؤسسات العسكرية عن قرارات مجلس الوزراء. أما الإمرة المباشرة إلى القطاع فهي لرؤساء هذه الأجهزة، ولكن رئيس الجمهورية يستطيع أن يوجه التوجيه إلى رؤساء المؤسسات الأمنية من ضمن حدود قرارات مجلس الوزراء. أما مجلس الأعلى للدفاع يبقى ذات طابع استشاري ويرفع التوصيات إلى مجلس الوزراء ويضع الخطط التي يطلبها منه مجلس الوزراء، ولكن القرار للقوات المسلحة هو بإيد مجلس الوزراء، من دون أن يلغي ذلك أن أصلا الجيش مكلف في حفظ الأمن في البلاد طبعاً. وهناك قرارات عديدة عن مجلس الوزراء في هذا الأمر، ولا يحتاج في كل شارد وارد الجيش والقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة إلى العودة إلى مجلس الوزراء. مزبوط. هم أصحاب يعني الإمرة على الأرض وهن الأخبر والأدرى بالقيام باختصاصاتهم، اختصاصاتهم متعلقة بحفظ الأمن، بحفظ الطرقات العامة، بإبقاء الطرقات العامة مفتوحة، بحفظ الأملاك العامة والخاصة. هيدي ما بدها توجيه، هيدي بحكم القانون. كان في كتير أسئلة طوال الفترة الماضية وصولا إلى اليوم، يعني تتعلق بالجيش، القوى الأمنية، القرار بيد من، لماذا لم تتحرك، كل هذه الأمور يعني كانت خلقت جدلية طوال الأيام الماضية. هذا الشيء لابد من توضيحه، أنه هذه الجدلية آخر شيء هل هي جدلية محقة؟ حفظ الأمن وحفظ الممتلكات العامة والخاصة وإبقاء الطرقات مفتوحة وحفظ أمن المتظاهرين أيضا، هيدا بصلب اختصاصات القوى الأمنية ولا تحتاج إلى أي قرار ولا إلى أي توجيه. وهذا هي وظيفة، ليش اسمها قوى أمن سواء داخلي أو الجيش، قوات مسلحة تحفظ الأمن، إقفال الطرقات العامة اعتداء على الأمن، التعرض للمتظاهرين أيضا هو اعتداء على الأمن. بالحالتين ما شفنا تحرك. هلا قائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية أنا ما بقدر أجي أعلمهم شغلهم، لا طبعا، بس هو باختصاصاتهم حفظ الأمن، وباختصاصاتهم إبقاء الطرقات مفتوحة، وباختصاصاتهم منع التعدي لا على المتظاهرين ولا على المواطنين العاديين. هلا تقدير الموقف بلحظتها، تقدير الفعل وردة الفعل، دراسة الخطوات والظروف المحيطة وتقديرها يعود للأجهزة الأمنية وللجيش، ولكن لازم دائما يكون الغاية والهدف حفظ الأمن بكل أشكاله وأنواعه، بما فيه حفظ الطرقات مفتوحة ومنع الاعتداء سواء على المتظاهرين أو متظاهرين آخرين أو الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة. هذا الغاية لازم تبقى بكل لحظة. الاستثناء
انه الجيش يستوعب ويحتوي بلحظات، طبعا دائما مع الحرص على عدم إراقة الدماء والحرص على تجنب استخدام العنف، ولكن بذات الوقت منع الآخرين من استخدام العنف، لأن قطع الطريق بالقوة حتى لو بإطارات أو بترابة أو بحرق دوليب بيولد عند هو شكل من أشكال العنف وبيولد أكيد ردة فعل، هو عنف لو غير مسلح. يعني وقت لما تقعد على الطريق العام، هيدي ملك عام، أصلا جرائم منصوص عليها بقانون العقوبات أنك تقفل الطريق، هيدا شكل من أشكال العنف. وبالمقابل الاعتداء على المتظاهرين هو شكل من أشكال العنف. يجب أن السلطة أن تحتكر العنف وأن لا تستخدمه إلا بالأطر القانونية، وأن تتجنب إلى أقصى الدرجات استخدامه. بمطلع الأحوال العنف لا يولد إلا العنف، لذلك أناشد المتظاهرين أصحاب القضايا المطلبية المحقة، وخصوصا أولئك المتظاهرين الذين يتظاهرون من أجل الإصلاح الحقيقي ومن أجل تحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية ووقف الفساد، والمتظاهرين غير المرتبطين بأجندات سياسية، أناشدهم عدم الاعتداء على حرية الآخرين، مع تقديس حق بالتظاهر أكيد. وبالاعتراض، ومع حرصنا جميعا على حق بالتظاهر. وبالعكس من المفيد اللي عملوه بالتظاهر، لأنه التظاهر أدى إلى ورقة إصلاحية كان رئيس الجمهورية عم بيناشد بإقرارها منذ 3 سنوات، عم بيطالب بخطوات إصلاحية، ولكن باقي أجنحة السلطة كانت لا تزال ممانعة. اللي عملته مبارك وممتاز والتقى مع مطالب رئيس الجمهورية، ولكن حقكم بالتظاهر ينتهي عند حرية الآخرين. فيك تتظاهر كل الوقت وبكل الساحات، بس ما فيك تقطع الطرقات على العالم. مزبوط. وما فيك تمنع المرور. دكتور عادل، قبل ما كفي معك، وزير الدفاع الياس بو صعب قال أنه استقالة الحريري أتت من دون التنسيق حول ما بعد، وهو ما نعتبره خطأ وخطوة في المجهول في هذا الظرف الدقيق، وإن كانت الاستقالة أتت من ضمن الأطر الدستورية. وقال لم يفاوض أحد التيار الوطني الحر في خيارات التعديل أو التغيير الوزاري، كما لم تطرح معه فكرة الاستقالة، وما قاله علوش غير صحيح. وأيضا أضاف ما سيأتي بعد الاستقالة الدستورية سيكون أيضا من ضمن الأطر الدستورية، وخيار وجود باسيل في الحكومة هو خيار التيار الوطني الحر وحده. أيضا للمزيد من التفاصيل حول أجواء بيت الوسط بتنضم لنا مباشرة الزميلة جوزيفين ديب. جوزيفين، يعني ما قبل الاستقالة ليس كما بعد الاستقالة، كيف بدت أجواء بيت الوسط بعد تقديم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته؟ نعم جورج، في هذه الأثناء وبعد عودة الرئيس سعد الحريري من بعبدة وبعد تقديمه لاستقالته إلى رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، بدأت الوفود تصل إلى بيت الوسط، كان من وزراء أو نواب تيار المستقبل أو وفود دينية وغيرها، وذلك للوقوف مع الرئيس سعد الحريري بعد موقفه وبعد إعلانه لهذه الاستقالة، في حين تبدو أجواء بيت الوسط مرتاحة إلى هذا الخيار الذي اتخذه الرئيس الحريري، معتبرة بأنه متصالح مع نفسه في هذا الخيار، بحيث هو برره بأنه تلبية لدعوة المتظاهرين ولدعوة الشارع. إذن مصادر أيضا، يعني تيار المستقبل عفوا، كان أيضا قد أصدر بيان في هذا الإطار وبعد مجموعة الحوادث التي تحصل في الشارع، خصوصا في بيئة تيار المستقبل وفي المناطق التابعة له ومن مناصريه، صدر بيان عن تيار المستقبل مساء قال فيه يقدم بعض الشبان على قطع بعض الطرق في العاصمة بيروت والمناطق، إن تيار المستقبل وبتوجيه من الرئيس سعد الحريري يتمنى على جميع المناصرين الامتناع عن أي تحرك اعتراضي في الشوارع والمساحات والتعاون مع الجيش والقوى الأمنية لتسهيل تنقل المواطنين. هنا دعني أقول أيضا جورج بأنه أجواء بيت الوسط التي قالت أن الرئيس الحريري لبى نداء الاستقالة من بعد ما سدت كل الأفق لتشكيل حكومة جديدة ولانتقال سياسي، يدعو المواطنين إلى فك، يعني إلى عدم قطع الطرقات، وإذا أرادوا الاعتصام في الساحات العامة. هنا الأجواء بيت الوسط تقول أنه يعني تشدد على ضرورة تهدئة الشارع، على ضرورة المحافظة على الاستقرار الأمني في الشارع. أما بخصوص الحديث عن الاستقالة وشكل هذه الاستقالة وأنه تقديمه الاستقالة ووضعها يعني في عهدة رئيس الجمهورية، فهنا يعني
هناك الأوساط المطلعة على هذا الموضوع وعلى التعليقات المرافقة تقول أنه من الغريب يعني اعتبار هذه الاستقالة أنه مراوغة أو غير ذلك، لأنه المادة 69 من الدستور واضحة، وعندما يقدم رئيس الحكومة استقالته بهذا الشكل فهو يقدمها ضمن الأطر الدستورية ولا عودة عنها. إذن وأيضا يعني أوساط هون الأوساط المطلعة يعني أكدت بأن هذه الاستقالة جاءت رغبة من الرئيس عادل الحريري يعني بتلبية دعوة المتظاهرين قبل يعني إراقة دماء في الشارع، خصوصا بعد الأحداث الأمنية أو الأحداث التي شاهدناها اليوم منذ الصباح على جسر رينج وبعدها بعد الظهر في ساحة الشهداء وساحة رياض الصلح. أيضا قالت المصادر المطلعة بأنه يجب على القوى الأمنية أن تعمل على التهدئة وأن لا يكون هناك شارع مقابل شارع. أما الحديث والمعلومات التي جرى تداولها عن اجتماع في الساعات الأخيرة سبق الاستقالة بين الرئيس الحريري والوزير باسيل، وقيل في أنه في هذه الأخبار أنه حصل مشادة كبيرة بينهما. هذا الخبر هو عار عن الصحة تماما، لم يحصل هكذا اجتماع وهذا الموضوع يعني ما صار أبدا، بل إنما هنا يعني الأجواء السياسية والاتصالات السياسية تؤكد بأن الرئيس الحريري كان قد يعني أخذ قرار الاستقالة بعد أن أبلغ هذا القرار إلى المعنيين، إلى الرئيس نبيه بري وإلى حزب الله. وأيضا هناك معلومات على أن الرئيس بري حاول ثانيه عن هذا القرار، ولكن كان الرئيس الحريري مصر عليه على اعتبار أنه لم يعد يحتمل ضغط الشارع ولم يعد يحتمل أن يقدم مجموعة من الصيغ للحل وأن تصطدم بعراقيل عدة. وطبعا هنا أنا أكرر أنه هذه أجواء المصادر المطلعة يعني. وأيضا في معلومات أنه كان في بالساعات الأخيرة لقاء بين حزب الله والرئيس عادل الحريري، وأيضا طلبوا منه عدم الاستقالة، وأيضا كان الجواب نفسه أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي على الرئيس الحريري أن يستقيل، وهكذا فعل. مع العلم جورج بأن هناك كان مجموعة من التباينات بدأت تظهر في الساعات الأخيرة بين القوى السياسية ومواقفها، بحيث كان في اختلاف أو خلاف خلينا نسميه سياسي بين بيت الوسط ورئاسة الجمهورية، بحيث كانت رئاسة الجمهورية تدعو إلى حل هذه الأزمة بمسارين أمني وسياسي بالتوازي. كانت مصادر بيت الوسط تؤكد على عدم وجوب اعتماد الخيار الأمني والمحافظة على سلامة المتظاهرين وعدم فتح الطرقات بالقوة، ولكن كانت تعتبر أنه الانتقال السياسي هو الحل عبر يا أما تشكيل حكومة تكنوقراط يا أما تغيير حكومي. أما اليوم يعني بعد أن حصلت هذه الاستقالة هناك عدة سيناريوهات مفتوحة، فبعد الاستشارات الأوساط السياسية المطلعة تقول بأن هناك ثلاثة خيارات. أول خيار هو إعادة تكليف الرئيس سعد الحريري بحكومة مطعمة سياسية وتكنوقراط. الخيار الثاني تشكيل حكومة تكنوقراط، يكون ربما الرئيس الحريري ليس على رأسها. وثالث خيار أنه إذا كان الأجواء السياسية متشنجة في البلاد وإذا كان في خيار مواجهة وانقسام، هناك يمكن تشكيل حكومة من لون واحد، وهو ما لا ترجحه الأوساط السياسية. إذن يعني هذا الساعات المقبلة يمكن بيكون الجواب أوضح للمساعي السياسية المرافقة لاستقالة الرئيس سعد الحريري. جورج الرئيس، شو لك فخامة الرئيس؟ شكرا. إذن يعني هذه الأجواء هنا. إذن كانت هذه كلمة. إنه كان في كلام لرئيس الحكومة سعد الحريري عقب الاستقالة، هلا بنرجع نحصل عليه ونشوف شو كان. الرئيس نبيه بري قال ما يجري يتطلب تهدئة فورية وحوارا بين المكونات اللبنانية، وما يحصل ليس موضوعا طائفيا وهو غير مذهبي بالمطلق. يعني اليوم عم نقطشك كتير بس بتعرف الظروف. قبل ما نروح لعند زميلتنا نانسي صعب، شو خلينا نروح لعن زميل نانسي صعب. نانسي اوكي. يعني رئيس الحكومة اسمعني، بدي ارجع للمادة 69 من الدستور. عند استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة. شو يعني هذا الموضوع؟ يعني اليوم شو دور مجلس النواب؟
هلا ما في حاجه لها، لانه نحن ثائبين، نحن بدوره انعقاد، ولكن المشترع الدستوري وضع هذه الفقره تحوطا، لان اذا حصلت الاستقاله بوقت ما كان ضمن الدورتين الانعقاد العاديتين مجلس النواب، وما في رئيس حكومي عامل حتى يوقع مع رئيس الجمهورية فتح دورة استثنائية، ومن الواجب يكون مجلس النواب بحالة انعقاد لأنه بده يستمع للبيان الوزاري تبع الحكومة، لأنه من واجبها تقدمه خلال 30 يوم من تأليفها ويناقش البيان الوزاري وعلى أساسه يعطيها أو يحجب عنها الثقة. لذلك وضعت هذه الفقرة من أجل تلافي احتمال انه تكون الحكومة بحالة استقالة والمجلس منه بدورة انعقاد، ولذلك يصبح بدورة انعقاد حكمية استثنائية بمجرد استقالتها. اما اليوم نحن لا، بعقد تشرين، لانه ببلش العقد في اول ثلاثاء يلي 15 من تشرين الاول، وبالتالي نحن اصلا بدورة انعقاد ومنا بحاجة للجوء لهذه الفقرة. دكتور، الرئيس الحريري مثل ما قلنا حكى ببيت الوسط وقال إن شاء الله نخرج من هذا المأزق ومرتاح أنني قدمت شيئا للشعب اللبناني. طب إذا بدنا نحكي شوي، كان قدم أحسن لو بهالثمان أيام اشتغل أكتر. هذا يعني سؤال بيطرح نفسه، يعني نحن وقت لما الشارع بحالة غليان وأقر ورقة ب 72 ساعة يعطيه العافية، وكان رئيس الجمهورية عم بيطالب في كتير من بنودها من 3 سنوات، وعمل لقاء بعبدة قبل الأزمة الحالية رئيس الجمهورية ودعا رؤساء الأحزاب، عال رجع بعد الأزمة الرئيس الحريري وباقي القوى مشيوا بالخطوات الإصلاحية، عمل هالورقة وبس ما شفنا شيء من الإجراءات التطبيقية. يعني كان بيطمن الشارع أكتر، وكان عمل أكتر للبلد مع تقديرنا لكل شيء قدمه، ولكن كان عمل أكتر لو أسرع بالخطوات التنفيذية وبتنفيذ الورقة الإصلاحية، كان شافت الناس أنه في جدية أكتر. هل بيجوز بس البعض أجواء بيجتمع مجلس الوزراء مرة واحدة؟ بس بعض بيقول كمان هون بهذه النقطة أنه الشارع لما ما تلقف ورقة رئيس الحكومة سعد الحريري واعتبر أنه هذه الورقة مثل اللي عم بيلعب عليه، ما كان في قدام رئيس الحكومة خيارات سوى أنه كان مكبل اليدين كمان بهيدي النقطة. ما من جملة الأسباب اللي خلت الشارع يبقى بغليان أنه ما شايف خطوات تطبيقية عملية على الأرض. يعني حتى لو أول لحظة ما تلقف الشارع ما فيك تنقله بلحظة من حالة الغضب والفورة لحالة الهدوء. بس لو كان الشارع شاف أنه مجلس الوزراء عم ينعقد 24/24، كان شو عليه إذا ناموا بالسرايا أو ناموا بقصر بعبدة يعملوا جلسات مفتوحة بشكل متواصل، ومجلس النواب كذلك يجتمعوا بالتوازي، يكونوا بحالة غليان، يكونوا خلية نحل، إن كان مجلس وزراء وإن كان مجلس النواب، لتنفيذ الإصلاحات، ما يقفوا ولا ساعة، بس لجنة رايحة ولجنة جاية، ورقة رايحة ورقة والشارع عم يغلو. إن شاء الله يكون البلد بألف خير. مرتاح دولة الرئيس؟ يعني مرتاح لأنه يعني عطينا شيء الشعب، وإن شاء الله نكون كلنا مع بعض بإذن الله. دكتور الرئيس، شو قالك فخامة الرئيس؟ شكرا. إذن يعني هذه هي كانت كلمة مقتضبة رجعنا سمعناها للرئيس الحريري. رح انتقل على بعبدة ورح ارجع اكمل معك عن واقعنا المأزوم والمرحلة المقبلة. نانسي، مساء الخير جورج لك ولضيفك. مساء الخير، تفضل نانسي. يعني كيف تبدو الأجواء عندك ببعبدة؟ شو الخطوات اللي من المتوقع انه يخدها رئيس الجمهورية؟ جورج، يعني مثل ما بيت معروف الليلة من غير المتوقع أن يصدر بيان عن دوائر القصر الجمهوري بحيث يكلف الرئيس عون الحكومة بتصريف الأعمال. طبعا دستوريا ما في مهلة زمنية تقيد رئيس الجمهورية، ويمكن دكتور عادل يمين بيكون عنده الاطلاع أكثر على هذا الموضوع، ولكن بالتوقيت الزمني ما في أي مهلة تقيد الرئيس عون لإصدار هذا البيان. رئيس الحكومة سعد الحريري وصل إلى بعبدة، وضع استقالته الخطية تصرف رئيس الجمهورية، وبالتالي يعني دستوريا اليوم الحكومة مستقيلة بانتظار طبعا أن يصدر البيان لتكليفة بتصريف الأعمال، على أن يصدر من بعدها طبعا بالتوازي من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ما البيان اللي بيدعو إلى الاستشارات، إلى تحديد موعد الاستشارات النيابية بالقصر الجمهوري. جورج، لكن اللافت كان ما قاله وزير الدفاع الوطني
الرمضان الياس بو صعب بدردشة مع الصحفيين عندما تحدث أن الحريري استقالة الحريري أتت من دون التنسيق حول الخطوة اللي بعدها، وهو ما يعتبره التيار الوطني الحر خطأ وخطوة في المجهول بهذا الظرف الدقيق بالذات، وإن كانت الاستقالة يعني أتت من ضمن الأطر الدستورية، وهون لابد من إشارة الوزير الياس بو صعب لفت إلى أن ما سيأتي بعد هذه الاستقالة الدستورية سيكون أيضا من ضمن الأطر الدستورية. ونحن بنعرف طبعا هيدي الآلية بين الاستشارات والتكليف والتشكيل وكل ما إلى ذلك، طبعا بيبقى شو المهلة اللي رح تخدها، لا سيما أنه اليوم يمكن كان لو في حصل تنسيق كان يمكن أن يكون هناك تنسيق حول الخطوة يلي بعدها. أكثر من ذلك يقول الوزير بوصعب أن أحدا لم يفاوض التيار الوطني الحر حول التعديل أو التغيير الوزاري، كما لم تطرح معه أصلا فكرة الاستقالة. وما قالوا يعني بعد ظهر اليوم النائب السادات مصطفى علوش غير صحيح حول هذا الموضوع، لا سيما انه تحدث عن لو تنازل احد او البعض ما كنا وصلنا الى هنا. بشدد الوزير الياس بو صعب ان احدا لم يطرح فكره التعديل او التغيير الوزاري مع التيار الوطني الحر، كما أن فكرة الاستقالة أصلاً أيضاً لم يتم تنسيقها معه. بالإضافة إلى ذلك أكد الوزير بوصعب أن خيار وجود وزير جبران باسيل في الحكومة هو خيار التيار الوطني الحر وحده، ورئيس الجمهورية بهذه النقطة بتمثيل الأطراف السياسية تعامل مع التيار الوطني الحر كما يتعامل مع باقي الأحزاب باحترام خياراته بمن يمثله وزارياً. واللافت جورج أيضا بما ختم في الوزير الياس بو صعب عندما قال أنه وفد نواب ووزراء التيار الوطني الحر اللي كانوا زاروا رئيس مجلس النواب نبيه بري بالأمس تبلغوا منه أنه كان لدى الحريري نية بعقد جلسة لمجلس الوزراء باليومين المقبلين، يعني بعد على أساس أنه أن تعقد غدا الأربعاء أو الخميس، وبالتالي هون ربما بالتحليل تطرح أكثر من علامة استفهام حول ما الذي دفع الحريري إلى التقدم باستقالته. هل هو مرتبط بما قاله حاكم مصرف لبنان رياض سلامي واللي عاد وتراجع عنه بحديث تاني بعد دقائق معدودة؟ هل هو غير ذلك كليا؟ بما هو مرتبط طبعا هذه بتبقى الأسئلة أجوبتها ملك الرئيس الحريري وحده. هذه هي جورج إذن لحد الساعة الأجواء من بعبدة، ومن نجدد أنه أي بيان لن يصدر عن دوائر قصر الجمهوري اليوم بما يعني لكي يطلب رئيس الجمهورية من الحكومة تصريف الأعمال. مش معروف إذا كانت ستصدر غدا أو بعد غد، ولكن ما في مهلة زمنية تقيد الرئيس عون بهذا البيان. جورج نعم، شكرا لك الزميلة نانسي صعب. عم نشوف بالشاشة من بيت الوسط وصول مفتي الجمهورية إلى بيت الوسط للقاء رئيس الحكومة سعد الحريري عقب الاستقالة اليوم. يعني سألت نانسي أسئلة مشروعة بآخر الرسالة بتتعلق بهذا الخيار المفاجئ لرئيس الحكومة سعد الحريري بالاستقالة. برأي حضرتك ليش رئيس الحكومة اتخذ هذه الخطوة؟ هل فعلا كانت على ارتباط بكلام حاكم مصرف لبنان امبارح، أم أنه فعلا وصل رئيس الحكومة لمكان سياسي مأزوم ويمكن هذه الخطوة قد تفتح المجال أمام مرحلة جديدة؟ يعني أنا بتأسف أنه عمل هالاستقالة رئيس الحكومة بدون التنسيق مع شركائه في الحكم، خصوصا القوى الكتل الكبرى ورئيس الجمهورية، لأنه ثلاث سنين تعاونوا سوا ورئيس الجمهورية تحمل الكثير وصمد أحيانا يعني صمود ظاهر وبين من أجل نجاح الرئيس سعد الحريري. وقت لما كان بأزمته الرئيس سعد الحريري في المملكة العربية السعودية، رئيس الجمهورية رفض قبول استقالته وحرك العالم هو وزير الخارجية جبران باسيل من أجل إخراج الرئيس سعد الحريري من الأزمة اللي كان فيها بالسعودية. وكان عم يشكي رئيس الحكومة، ولكن من دون ما يحدد بعد اندلاع الأزمة الحالية، أنه كان عنده مطالب وشركائه في الحكم ما أخدوا فيها، وطالب مهلة 72 ساعة. طيب بخلال مهلة 72 ساعة كل القوى السياسية بمجلس الوزراء وافقت مع الرئيس سعد الحريري على هالورقة اللي أصلاً كان تيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية عم يطالبوا بكتير من بنودها من قبل. طيب كتير منيح، وقرت هالورقة وقر مشروع الموازنة بـ 0.6%،
وأحيل بمرسوم موقع من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على البرلمان، وأكد رئيس المجلس اقتراب انعقاد مجلس النواب. فإذا القوى الأخرى اللي معك بالسلطة عم تتعاون على تنفيذ الورقة اللي أنت قلت إنه هيدي بترضيك. نعم. وقلت هيدي بترضيني وبترضي الشارع يمكن كمان. نعم. طيب شو صار هلأ؟ شو عدا ما بدأ؟ ليش ما جربت تطبق هاي البنود؟ ولا ما جربت تفرجي للناس جدية الحكومة بالإصلاح؟ لا ما دعيت لجلسات مجلس وزراء متتالية من أجل تنفيذ الورقة الإصلاحية بدل ترك البلد بلحظة سياسية واقتصادية ومالية حرجة؟ ولكن بكل الأحوال رب ضارة النافعة. الأهم نقطتين إذا بتسمح لي. النقطة الأولى تجنب أي شكل من أشكال العنف أو إراقة أي نقطة دم، لأنه ذلك خراب للبلد. تجنب الجميع أي لجوء إلى القوة والعنف، لأنه ذلك يودي بالبلد إلى مهالك لا سمح الله. وتعامل القوى الأمنية بالطريقة المناسبة والملائمة من دون إراقة أي نقطة دم من أجل فتح الطرقات. نعم. وتجنب الاعتداء على الأملاك العامة. وثانيا النقطة الأهم الأخذ الوضع المالي والاقتصادي بدراية، سواء من قبل المعتصمين والمتظاهرين، وإدراكهم أنه التشبث والتعنت لا سمح الله سيؤدي بالبلد إلى مهالك نحن في غنى عنها، والتجاوب مع هذه الاستقالة وإعطاء فرصة للمؤسسات الدستورية من أجل تحقيق المطالب الاجتماعية والمالية والاقتصادية. رح روح سريعا على بيت الوسط مرة جديدة مع الزميلة جوزيفين ديب. يبدو أن الرئيس الحريري يعقد اجتماع موسع مع مفتي الجمهورية وعدد من كوادر تيار المستقبل. جوزيفين، نعم جورج، يعني بالرسالة السابقة هلأ ما قدرت كفيتها ولا حتى يعني تطرقنا إلى مضمون كلمة رئيس الحريري، لأنه دغري يعني وصل خبر أنه لحتى نطلع ونصور استقبالات اليوم الرئيس سعد الحريري من بعد إعلان استقالته. وكما ترون في هذه الصورة مجموعة وفود وزارية ونيابية من تيار المستقبل، وأيضا هناك وفود من بعض المناطق المؤيدة للرئيس سعد الحريري. ومنذ لاحظت وصل المفتي دوريان إلى هنا، وكان هناك استقبال حار من قبل الموجودين، وبدت على ملامح المفتي دوريان يعني مثل كأنه عم ببارك خطوة الرئيس سعد الحريري، أعتقد أنكم رأيتموها في الصورة. وكان وعلى التصفيق يعني فور دخول المفتي دوريان. واضح أنه من هنا حتى كلام الرئيس سعد الحريري يعني يأتي في إطار أنه مرتاح إلى هذه الخطوة الذي قام بها، وهو دائما يكرر بأنه قام بها يعني تلبية لمطالب المتظاهرين في الشارع. وكان الرئيس الحريري قبل الانتقال إلى قصر بعبدة قد ألقى كلمة من هنا من بيت الوسط، قال فيها أنه وصل إلى الطريق مسدود، ويجب أن يقوم بصدمة إيجابية على أن يتوجه إلى قصر بعبدة لتقديم استقالته خطيا تجاوبا مع مطالب اللبنانيين في الشارع. وأيضا الحريري وجه نداءه إلى كل اللبنانيين بأن يقدموا للبنان المصلحة وحماية السلم الأهلي ومنع التدهور الاقتصادي، قائلا أنه مسؤوليتنا في أن نحمي لبنان ومنع وصول الحريق له وأن ننهض باقتصاده، وقائلا أيضا بأنه سيتقدم باستقالته إلى رئيس الجمهورية وكل اللبنانيين، وأن المناصب بتروح وبتجي، وأنا أيضا أقول ما حدا أكبر من بلده. وطبعا هذه العبارة نعرفها جيدا ونتذكرها جيدا، هي عبارة الرئيس الشهيد رفيق الحريري. اليوم كررها الرئيس سعد الحريري في كلمة استقالته من بيت الوسط. إذن كما تشاهدون في الصورة هنا الصالة يعني فيها مزدحمة بالمناصرين بكل الوفود. نعم نعم، بدنا نرجع لورا شوي فرانسوا عم بيقولوا اوكي. لكن جورج هذه هي الاجواء. نعم هذه هي الاجواء من بيت الوسط. جورج ما بعرف اذا عندك اي سؤال.
نعم جوزيفين، يعني رح نترك الصورة تحكي. شكرا لك وأكيد لنا عودة لك بعد شوي خلال النشرة. دكتور اليوم يعني سعد الحريري بصور يلي شفناها مرتاح وجهه، يعني مرتاح إذا فينا نقول، وكان مرتاح أصلا بقراءة بيان استقالته. هل تعتبر أنه سعد الحريري اليوم يخرج أو يستقيل من موقع قوة أو من موقع ضعف؟ لا هلأ طبعا يعني الرئيس سعد الحريري بمكان ما شكل حاجة للبلد بدون شك، ولكن بالآخر الخيارات مفتوحة. يعني كثير منيح أنه يكون الرئيس سعد الحريري مرتاح، ولكن كمان ضروري البلد كله يكون مرتاح. اليوم ما بعتقد بخطوة التكليف في مجال للمخاطرة والمغامرة، لأن ما فينا نعمل تكليف ونبقى أشهر بحكومة معلقة، يعني حكومة مستقيلة تصرف الأعمال وحكومة قيد التأليف ولا تؤلف لفترة طويلة، لأن وضع المالي والاقتصادي لا يحتمل، التشنج بالشارع لا يحتمل. وأعتقد أن هناك حاجة لإجراء تفاهم مسبق. هذا التفاهم مادام لم يحصل قبل الاستقالة فمن الضروري أن يحصل بعد الاستقالة. إذا تم التفاهم على مرحلة المقبلة كان به، ولكن إذا ما تم التفاهم بعتقد يعني هناك خيارات مفتوحة، لأنه بالآخر ما في حدا يوقف البلد وما في حدا يعطل البلد. خيارات مفتوحة مثل شو يعني؟ أولا هل الرئيس سعد الحريري هو راغب بالعودة؟ هذا سؤال يطرح. وإذا راغب بالعودة هل بده يحترم التوازنات السياسية الموجودة بالبلد؟ هو يبدو أنه راغب، يعني حتى بكلمة استقالته كان إجابة ولمح، طيب. يعني أوصل رسائل معينة بهذا الاتجاه، طيب. بس ما ننسى مرة الماضية مثلا حتى استرضى القوات اللبنانية خلى الحكومة معلقة أشهر، وبعدين تستردى الحزب الاشتراكي خليها كمان معلقة أشهر، وتحل عقدة التمثيل اللقاء التشاوري اخذت 3-9 أشهر. هل نفس الأداء رح يكون في عملية التأليف؟ هلا المرحلة ما بتحمل، لا الوضع المالي لا الوضع الاقتصادي لا الوضع الاجتماعي لا الناس اللي بالطرقات اللي عم تصرخ بدها الطالب بسرعة بتنفيذ الإصلاحات وبالتنفيذ الاحتقان وبتحسن الأوضاع المعيشية بتتحمل. لذلك بعتقد لابد خلال هذه الساعات من دراسة متأنية للوضع من دون تأخير من دون إبطاء، ولكن للوصول إلى أحد احتمالين، إما التفاهم مع الرئيس الحريري على المرحلة المقبلة، أو بالآخر الكتل النيابية حرة في أن تسمي من تشاء. ولكن شو يعني التفاهم مع الرئيس الحريري للمرحلة المقبلة؟ على شو بده يتم التفاهم؟ على العناوين السياسية؟ على العناوين الاقتصادية؟ على شو بده يتم التفاهم؟ وتاني شيء في نقطة أساسية، أنه اليوم الشارع مين بده يطلع يمثل يقول هول هن مطالبنا هول هن أسمائنا؟ يعني أول شيء التفاهم مع الرئيس الحريري أنه التأليف الحكومي بيتم بمعيار واحد مش بمية معيار. كيف يعني؟ يعني أنه إذا كان تمثيل كل الناس بيكون على حسب حجم الكتل النيابية من دون الشيء اللي أخذنا مرة الماضية أشهر، وإذا كان تمثيل للموالاة فقط كمان على حجم النيابي، وإذا كانت تكنوقراط ساعتها بدها تكون تكنوقراط كلها، ما بعرف الرئيس الحريري يعني منه تكنوقراط، وإذا كانت بدها تكون سياسية وحزبية الأحزاب هي بتسمي ممثليها في الحكومة. أنا بتذكر أنه عدة وزراء كانوا عند البعض يعتبروا استفزازيين، ولكن انقبل فيهم على قاعدة أنه كل كتلة نيابية وكل حزب هو بيختار ممثليه في الحكومة، ما حدا بيقدر يحط فيتو على حدا. كمان في الإصلاحات اللي أقرت ما بقى في مجال للكسل والبطء بتطبيقها، لابد من التفاهم على الإسراع ليل نهار في العمل على إنجازها. أما موضوع الحراك المدني لابد من إجراء تفاوض مع السلطة حول مطالبهم، لأنه إذا كان في 300,000 متظاهر في الشارع ما حدا بيقدر يتفاوض مع 300,000، وخصوصا بتلاحظ بالساحات وقت لما التلفزيونات عم تعمل استطلاع للرأي كل واحد مباشر. عنده فكرة مطلب خبرية، حتى بنفس الساحة عنده مطلب، شي بده إلغاء الطائفية كلها، شي بده إبقاء على النظام الطائفي، شي بده لبنان دايرة وحدة قانون انتخابات قبل، شي بده لبنان دايرة وحدة مع قائد طائفي ومع مجلس شيوخ، شي بده الورقة الإصلاحية، شي بده يسقط النظام. ما في ما يعني لابد من انتداب من يمثل الحراك، وحتى لو كان أكثر من ساحة تنتدب من يمثلها إذا مش الكل بنفس المندوبين ما في مشكلة للتفاوض. ولكن بالآخر رغم ذلك نحن عنا مجلس نيابي،
مجلس نيابي مش من زمان انتخب وشرعيته بعد حديثة وجديدة من سنة ونص أو أكثر شوي، وهذا المجلس النيابي انتخب للمرة الأولى منذ 43 وفقا لقانون انتخابي على أساس الاقتراع النسبي اللي بيحقق أفضل عدالة التمثيل مع مراعاة التوازنات الميثاقية، لأنه نحن ببلد متنوع طائفيا. فكمان ما فينا نجي نتخطى هلأ تصير ديمقراطيتنا الديمقراطية المباشرة، نحن نعيش الديمقراطية التمثيلية غير المباشرة، مش مثل المدن اليونانية كانوا من زمان الديمقراطية المباشرة، يجتمعوا الناس بالمدينة بساحة كبيرة يصوتوا على تعيين الوزراء، على تعيين الموظفين، على تعيين قائد الجيش، على تعيين القضاة وعلى اتخاذ القرارات. لا، نحن بنظام جمهوري ديمقراطي برلماني، النواب هم يمثلون الشعب ووكالتهم غير مشروطة، وهن بيعبروا عن الشعب في آليات دستورية لاتخاذ القرارات. برأي حضرتك فكرة الانتخابات النيابية المبكرة سقطت، يعني حتى من يلي كانوا عم بيسموا حلهم قادة الحراك يبدو اليوم أنه عندهم تراجع عن هذه الفكرة، والقول أنه حسنا استقالت الحكومة، المرحلة الثانية هي مرحلة تأليف الحكومة الجديدة، طلعوا من الشارع بشكل غير مباشر، في تويتات عم تطلع من الناس هن قادة هذا الحراك، طلعوا من الشارع قعدوا شوية بالساحات وخلونا نضغط على تشكيل الحكومة اللي نحن بدنا إياها. أنا بعتقد الحراك حقق كتير إنجازات، إنجازات مطلبية وإنجاز سياسي كبير، وبعتقد إذا اكتفى بهالإنجاز مع احتفاظه بحق المواكبة والمراقبة والمتابعة واستعداده للعودة إلى التظاهر في أي وقت، أو حتى لو هلأ احتفظ بالتظاهر بس ضمن ساحات معينة ومن دون الإخلال بالأمن كمان ما في مشكلة، لأنه اللي عمله منه قليل. يعني الورقة الإصلاحية اللي أقرها مجلس الوزراء بعد الحراك كانت ورقة إصلاحية تاريخية وغير مسبوقة ونوعية، مع الإمكانية أنك تحط أي ملاحظة بتريد عليها من هنا وهناك، بالآخر ما في ولا ورقة كل العالم بيتفقوا عليها، شي طبيعي. بس حققت إصلاحات اقتصادية ومالية نوعية. اثنين، قدر فرض على رئيس الحكومة أن يستقيل بصرف النظر إذا بتأيد هالاستقالة هلأ أو كنت بتفضل أنه تجي مع تفاهم مسبق أو تنسيق مسبق، مش مشكلة، بس بالآخر كان لابد بمكان ما إعطاء هالشارع يعني خطوة معينة لتنفيذ الاحتقان. كمان ما فيك تقلن للعالم تفضلوا سربوا على بيوت هيك، لأنه من جهة اخذوا الإصلاحات المطلوبة ولو عندهم ملاحظات عليها، بالآخر مش هن الحكم، بالآخر في مجلس وزراء وفي مجلس نواب، ولكن مجلس الوزراء ومجلس النواب عم بياخدوا بقسم كبير من مطالب الحراك. اثنين، إذا بدك خطوة رمزية عال، وإذا بدك أكثر من رمزية فعلية استقال رئيس الحكومة. هلأ بعتقد لأنه الحراك بالآخر بشكل أساسي مشكل من الناس الموجوعين، من الناس اللي حريصين على البلد، من الناس اللي مقهورين من الفساد، ولكن مش فساد سنتين وثلاثة، فساد 30 سنة، بالعكس ببداية هالعهد وبهالعهد بلشنا نشوف بداية محاربة للفساد. هالناس الموجوعة من اختلالات مالية واقتصادية وسوء أداء حكومات متعاقبة منذ 92 لغاية الأمس القريب، وبالتالي هالوجع هو وجع حقيقي وصادق، ومن حق الناس تتظاهر وتطالب السلطة بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة والإصلاح ووقف الضرائب على الفقراء والطبقة المتوسطة. ولكن أنا يعني حرصي على الحراك إنه الناس ما تضيع اللي وصلت له برفع سقوف غير واقعية، والحمد لله بلشت تظهر أصوات بالحراك وتقول حققنا اللي حققناه، إن الأوان نفتح الطرقات، لأنه بقاء البلد مقفل سيؤدي إلى مهالك اقتصادية ومالية بالأخص، وهيدا بالآخر بشو بفيد الناس الطيبين؟ هل إذا لا سمح الله صر أجهدنا انهيار مالي واقتصادي، هيدا بيساعد الناس تنرجع نبني ساعتها بدنا سنوات وسنوات؟ بالعكس، خلي الحراك يستفيد من اللي صار ويقطف اللي صار ويفرض على أي حكومة مبينة وزاري الإصلاحات اللي تم إقرارها مع إمكان تعديلها بعض الشيء، والإبقاء على مراقبتها والضغط عليها ونقتضى الأمر البقاء بالساحات دون الإخلال بالسلام العامة وبالأمن وبالطرقات العامة من أجل مراقبة الحكومة جيد، لأنه كمان الناس وقت لما غفلت عن المراقبة 30 سنة أدى هالشي بالطبقة السياسية أنه تعيس بالأرض فساد وإفساد وهدر وتسيب. للأسف أنه الناس ضلت 30 سنة ما نزلت على الطريق،
يا ريتها نزلت من 30 ومن 25 ومن 20 ومن 10. أما وأنه نزلت ب 17 تشرين الأول فخطوة مباركة، ولكن ما تضيعها بالسقوف السياسية، ما تضيعها بأجندات فايتة فيها لتصفية الحسابات الداخلية والخارجية وضرب محور وضرب عهد. هودي السقوف بيضيعوا مطالب الناس، لأنه الناس بحاجة ترجع تتحرك العجلة الاقتصادية، تتحرك شريان الحياة، ترجع الطلاب على مدارسهم وجامعاتهم، يرجعوا الموظفين على شركاتهم وعلى إداراتهم، ترجع الحركة الاقتصادية. كل يوم تعطيل بكلف البلد بحسب الخبراء الاقتصاديين 150 مليون دولار. استمرار هالوضع بيزيد عجز الموازنة، بيزيد الدين العام، ما بيجيبنا لقدام. رجاء من كل العقلاء في الحراك أن يستوعبوا ما حصل، أن يقدروا الإنجازات التي حققوها، وأن يبادروا إلى تقديم الإيجابيات وعدم المكوس في منطقة السلبيات. الثورة هي من أجل تحقيق المطالب، الثورة ليست من أجل الثورة. فكرة الفن من أجل الفن ما بتوصل لنتيجة. نحن بحاجة كنا لحراك من أجل دفع القوى الممانعة عن الإصلاح من بين أجنحة السلطة إلى ملاقات رئيس الجمهورية والرضوخ لمطالب الرئيس وللحراك في الإصلاح. نعم. هيدا حصل. خلينا نضل نراقب السلطة، خلينا نضل نتابع السلطة، بس هدم الهيكل ما بيفيد حدا. طبعا. أخذ لبنان إلى الفوضى والمجهول والتوترات الأمنية والانزلاقات المالية والاقتصادية لن يفيد أحد، حتى ولو بانتخابات نيابية. والحراك ربح، افترضنا جدلا إذا استلم بلد منهار اقتصاديا وماليا كيف بده يحكمه؟ بعدين الدخول هلأ بمتاهات انتخابات نيابية سيؤخر الإصلاح وسيؤخر البنود الإصلاحية، لأنه إذا عملت موعد قريب هلأ لانتخابات نيابية، إذا عملت هلأ موعد قريب لانتخابات نيابية، أي حكومة بعد تهتم بالإصلاح إذا عارف أنه بدها تفل بعد 6 أشهر؟ طبعا. وإذا هذا شيء أكيد. انتخابات مبكرة وفقا لأي قانون، وكيف فيك ترضي العالم بقانون واحد؟ ضلينا من 2009 ل 2017، 8 سنين تقدرنا اتفقنا على قانون انتخابات نيابية. وبالزور عنا تحديات كبيرة، عنا موضوع النازحين السوريين. انتبهوا ما يكون القصد من كل اللي عم بيصيروا، لو ما كنتوا عارفين إلهاء الدولة اللبنانية وإشغالها حتى ما تحل مشكلة النازحين السوريين. ليش ما عم بسمع أصوات بهالمظاهرات تطالب بإعادة النازحين السوريين لبلادهم؟ هل بجوز اسمع بعض المظاهرات اللي عم بتقول باسيل باسيل برا برا والنازحين السوريين جوا جوا؟ كيف؟ بأي منطق؟ ووفقا لأي أجندة؟ هل هيك مصلحة لبنان؟ هل هيك الوطنية اللبنانية بتقتضي؟ هيك مصلحتنا الوطنية بتقتضي؟ لا. ليش من بعد ما رئيس الجمهورية رفع الصوت بالأمم المتحدة محذرا من أنه إذا ما تحرك المجتمع الدولي لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم قد يضطر إلى التواصل مع الحكم في سوريا من أجل إعادتهم؟ وليش بس قال الوزير الخارجية جبران باسيل سأذهب إلى سوريا من أجل إعادة النازحين السوريين؟ بلشنا نشوف سلسلة من الأزمات المتلاحقة. أتمنى على الحراك بما فيه من شخصيات وطنية وشخصيات عاقلة وشخصيات حكيمة أن يعلو صوتها على بعض الأصوات التي لا تقدر دقة المرحلة، وأن تغلب الحكمة والوطنية على القيادات الحراك، وأن يدخلوا في حوار مع فخامة الرئيس لأنه دعاهم من دون شروط إلى التحاور معه، وأن يتركوا الطرقات العامة، وإذا شاءوا البقاء بصورة رمزية أو غير رمزية بالساحات لمواكبة المرحلة المقبلة ما في شيء بيمنع، بس ما يعيقوا حركة البلد، ما يعطلوا البلد، لأنه ذلك يجرنا إلى الفوضى وإلى مهالك نحن بغنى عنها. وإذا هدم الهيكل سيهدم على رؤوس الجميع. بلدنا غالي، دفعنا دماء ودموع، تحفظنا عليه وعلى كرامته وعسيادته بوجه الاحتلالات وبوجه الإرهاب. ما نضيعه بانزلاقات غير مدروسة أو بأجندات خارجية نحن ما كنا عارفين لوين وصلتنا. شكرا لك دكتور عادل يمين، أنا بعرف وقتك كمان اليوم ضيق، عزبنيك معنا.